نزل فيديو للنائب هادي السلامي عن هدية سيارة لاند كروز من أصحاب المعارض في النجف. هادي السلامي كنائب لم يظهر عليه شبهات فساد على أقل تقدير، مما خلى غيرتنا للدفاع عنه أنه نذكر الموضوع أمام علي الذبحاوي في قناة البغدادية، وعلي الذبحاوي من باب الاستفسار اتصل بهادي السلامي، وقد اتصلت به في تلك الجلسة قلت له أختك أنت يطوك هدية مصفحة بالنجف، فقال لي نعم هذه الهدية تم تقديمها إلي ليس مقابل ثمن، وعلى أي حال أستاذ بشير أنا راح أرجعها، ويبدو أنه رجعها. رجعت قلت له تسوي حملة وأنت متهم بأنه أنت جاي تبتز بحملتك ضد السلة الغذائية، أنت بمكان ما السلة الغذائية وهاي مال الفقير، ليش ما أنت مثال هسه ايش قد قلتوا استبدالها باموال، انت ليش ما تطالب خزينه الدوله ان تعطي مع السله وتستبدل المواد؟ قال لي استاذ بشير عندك دليل على انه هنالك اشارات حقيقيه ان غيرك امك في الابتزاز؟ لاحظ انا كنت دقيق، انت تجي بحجة انه هذا عقد فاسد عقد هذا، غيرك يروح يبتز ولم يعطيك خبرا، اذا انت صرت في موضع الابتزاز بصراحة.